أهلا بكم من جديد. تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن خليفة الخليفة وزير النفط، تنطلق فعاليات منتدى جيبكا للبلاستيك والأبحاث والإبداع من 11 إلى 14 من مارس الجاري. وينظم هذا الحدث الكبير الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات بالتعاون مع الهيئة الوطنية للنفط والغاز وبدعم عدد من الشركات المحلية والإقليمية والعالمية. وقال معالي الوزير أن العالم اليوم يشهد منافسة شديدة بين مختلف الشركات العالمية والكثير من التحديات في ظل العولمة والرقمنة التي تحتاج إلى العمل الدؤوب والجاد للتغلب على هذه الصعوبات والتحديات، وذلك من خلال الدخول عبر بوابة الابتكار والأبحاث التطويرية التي تنتج من خلالها منتجات جديدة متطابقة مع المواصفات العالمية الحديثة وذات جودة عالية المستوى، تمكنها من الحفاظ على القدرة التنافسية في هذا السوق الديناميكي المتغير. نظمت فلات 6 لابز البحرين النسخة الثانية من يوم العرض ديمو داي على مسرح البحرين الوطني، حيث عرضت 8 مؤسسات ناشئة نماذج أعمالها أمام جمهور ضم العديد من كبار الشخصيات والمستثمرين والمسؤولين. وقامت فلات 6 لابز البحرين باختيار طلبات 8 شركات ناشئة محلية ومن خارج البحرين ضمن برنامج العرض، وذلك من إجمالي 200 طلب من أكثر من 40 دولة. وبهذه المناسبة نوه المدير التنفيذي لفلات 6 لابز البحرين ريان شريف بالدعم المستمر الذي يقدمه الشركاء بما فيهم صندوق العمل تمكين ومجلس التنمية الاقتصادية، مؤكدا على دورهم البارز في دعم تنمية ريادة الأعمال والبيئة الاقتصادية للشركات الناشئة في البحرين. من جهته أشاد الرئيس التنفيذي لصندوق العمل تمكين الدكتور إبراهيم جناحي بالدور الذي يؤديه هذا البرنامج في دعم المؤسسات الناشئة وتوسع أنشطتها فيما يعزز من استدامة نموها في القطاع الخاص. ولن نتابع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. نتابع النشرة مشاهدينا مع فقرة البورصة لبداية تعاقدات هذا الأسبوع، والبداية مع بورصتنا المحلية، حيث تراجع مؤشر البحرين العام في إغلاق بداية هذا الأسبوع بنسبة 0.22% بإقفال عند مستوى 1405 نقاط، حيث شهدت التداولات اليوم انخفاض مؤشر قطاع البنوك التجارية. وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1,590,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 507,000 دينار، تم تنفيذها من خلال 67 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول اليوم على أسهم قطاع الخدمات. أما بالنسبة إلى إغلاقات باقي البورصات الخليجية، فكما نلاحظ طغى اللون الأحمر على إقفالات اليوم. السوق المالية السعودية أقفلت بتراجع بنسبة 0.16% بإقفال عند مستوى 8465 نقطة، وذلك عائد بشكل رئيسي لخسائر الأسهم القيادية. بورصة الكويت أقفلت بتراجع بنسبة 0.37% بإقفال عند مستوى 5576 نقطة. سوق أبو ظبي للأوراق المالية شهدت تراجعا بنسبة 0.86% بإقفال عند مستوى 4872 نقطة. سوق دبي المالية أقفلت بتراجع بنسبة 0.63% بإقفال عند مستوى 2578 نقطة. أما سوق مسقط للأوراق المالية فقد تراجعت بنسبة 0.55% بإقفال عند مستوى 4090 نقطة. قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودية المهندس خالد الفالح إن الصين والولايات المتحدة ستقودان الطلب العالمي القوي على النفط هذا العام، وأكد أنه من السابق لأوانه
تغيير سياسة إنتاج أوبك خلال الاجتماع القادم للمنظمة في شهر أبريل. وتجتمع أوبك وحلفاؤها في فيينا يومي 17 و18 من أبريل، وبعدها ستجتمع مجددا يومي 25 و26 من يونيو. وفي مطلع يناير بدأت منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك إلى جانب روسيا ودول أعضاء أو دول أخرى غير أعضاء بالمنظمة خفضا جديدا للإنتاج لتجنب تخمة في معروض الخام قد تسبب في هبوط الأسعار. واتفقت المجموعة على خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا لمدة 6 أشهر. من جانب آخر، أعلن المهندس خالد الفالح أن شركة أرامكو عملاق النفط السعودي تسعى للاستثمار في جنوب أفريقيا وتدرس مشروعاً للبتروكيماويات هناك. وأضاف أن أرامكو السعودية تستهدف الاستثمار في جنوب أفريقيا لتكون منصة للدخول في القارة السمراء التي تحمل فرصاً استثمارية واعدة، مبيناً أن التوجه العالمي يركز على التكرير في مصافي النفط، وذلك لتعويض الفروقات بين أسعار النفط التي تتراوح بين 1 إلى 2 دولار في البرنامج نتيجة المواصفات في المواد الخام. نشرتنا مستمرة من تلفزيون البحرين، وفيها بعد قليل: الصادرات والاستثمار والاستهلاك العوامل المحركة للنمو الاقتصادي بمنطقة اليورو في الربع الأخير من العام الماضي. أعلنت الحكومة المصرية بدء تنفيذ استراتيجية خفض الدين العام إلى نسبة 80% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بحلول العام 2022. وقال وزير المالية المصري محمد معيط إن الاستراتيجية الجديدة التي بدأت الحكومة تنفيذها تستهدف بشكل مباشر خفض الدين العام للبلاد. وتطرق معيط إلى خطط الوزارة للاعتماد على إصدارات الدين طويل الأجل ومستهدفاتهم للنمو وعجز الموازنة، إلى جانب برنامج الطروحات العامة والذي أطلقت الحكومة مرحلته الأولى مؤخرا من خلال طرح حصة إضافية من أسهم الشركة الشرقية للدخان بالبورصة المصرية. بدأ قطاع السياحة في تونس في استرداد عافيته مع زيادة أعداد السياح تدريجيا في عام 2018 ومطلع العام الجاري 2018، وسجلت إيرادات السياحة قفزة نوعية إلى 1.3 مليار دولار في عام 2018، كما بلغ عدد السياح 8,300,000 سائح قادمين من الجزائر وروسيا ومناطق أخرى في أوروبا. وقال روني الطرابلسي وزير السياحة التونسي إن قطاع السياحة في طريقه للتعافي، وإن أعداد السياح بدأت تعود إلى مستويات ما قبل أحداث 2011. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المفاوضات التجارية مع الصين تحرز تقدما، معربا عن تفاؤله بشأن إنهاء المواجهة التي استمرت 8 أشهر بين أكبر اقتصادين في العالم. وتتهم واشنطن بكين بممارسات تجارية غير عادلة، بينها سرقة الملكية الفكرية، كما أنها تطالبها بإصلاحات في النظام الاقتصادي. لكنه من الغير المتوقع أن تقوم الصين بإصلاحات بارزة دون التعرض لضغوط معركة تجارية طويلة الأمد. أظهرت بيانات أن صافي الصادرات والاستثمار والاستهلاك كانت العوامل المحركة للنمو الاقتصادي بمنطقة اليورو في الربع الأخير من العام الماضي 2018، وهو المسبب في إبطال تأثير الهبوط الحاد في المخزونات. وأكد مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات تقديراته الأولية بنمو الناتج المحلي الإجمالي للدول 19 التي تستخدم العملة الموحدة بنسبة 0.2% عن ربع السنة السابق في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر عام 2018. وعدل يوروستات تقديراته للنمو بالخفض إلى 1.1% على أساس سنوي للربع الأخير من العام الماضي.